السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هالنهار إن شاء الله غنتكلموا على صغار الأرانب في عمر الأسبوعين، يعني 15 يوم. انتم كما كتشوفوا أنا غادي نوريكم بالضبط الأم كيفاش كدير، كيفاش كتعامل معاهم. شوفوا كيفاش كتلحس فيه. أنا نحيد هذا القفص باش تشوفوها مزيان. كونوا متأكدين أن في هذه المرحلة راها هي غير كتبغيو تخربوا فيها، انها راها كتطير عليكم او تبغي تعضكم. يعني في هذه المرحله حاولوا انكم تخليوها ترونكيل، يعني ما تقربوا لهاش، خليوها مع الصغار ديالها. هي الصغير اول مره غادي يخرج، شوفوا اسمو كدير له. انا تعمدت انني نحل عليهم يعني الكاج باش نضرب فيهم الشميشه. لاحظوا ان هنايا شو اسمو راه كيديروا، كيتخبوا مع بعضياتهم. انتما شوفوا الطريقه باش كيتخباو، يعني كيجي واحد مخالف مع واحد. دابا الا جا هذاك الاخر عاوتاني هنايا غادي يوليو مخالفين مع بعضياتهم باش كيكتسبوا الحراره من بعضياتهم، يعني التدفئه كيتدفاو مع بعضياتهم. هذا لا، هذا خرج. انتم شوفوا مو راه كدير، راه كتحسلو. ولكن في هذه المرحله حاولوا انكم ما تبقاش تخربوا فيهم بزاف، يعني وتخرجوهم للشمس ولا تخرجوهم وتبقى تلعبوا معهم. لا، خليهم مع امهم، لان يعني في عمر الاسبوعين كتكون هي كتخاف عليهم اكثر. يعني ما يعني الا مشيتوا تبغيتوا يعني تخربوا فيهم، كونوا متاكدين انها غادي ما غاديش تقبل. اذا في هذه المرحله هذه حاولوا انكم تخليهم يرضعوا من الام، يعني ما تقولوش بلي لا غنعطيهم شي نوع من الاكل ولا. انتم كما كتلاحظوا كيكون فيهم الشعر، نبت فيهم الشعر، كيكونوا حلوا عينيهم. انا راه محلوا عينيهم، هي ماشي بالضبط 15 يوم، وانما قول واحد 17 يوم بالضبط. 17 يوم بالنسبه للوزن ديالهم راهم مزيانين الحمد لله. منين يوصلوا قبل مرحله الفطام، يعني بواحد نقولوا منين يوصلوا 25 يوم ولا، حاولوا انكم تولي تعطيهم الخبز. يعني منين تبغوا تعطيهم الخبز حاولوا ما تعطيهمش خبز مدقدق، يعني باقي طروفه، وانما يكونوا خبز يعني مدقوق بواحد الطريقه، يعني بحال هذا الشكل. انا نوريكم الطريقه. اذا كما قلنا ان الخبز انا كنقطعو بهذه الطريقه، نقطعو بمقص، مقص ديال الاشجار، كيولي بحال الشكل ديال السيكالي، يعني طريفات هكا. هذا كنعطيه للكبار، ولكن ملي الصغار ما غاديش يقدروا يتحملوا هذا الخبز بحال هكا. اسمو كندير، كنجيب غربال بحال هكا، غربال انتم كما كتشوفوا، وكنغربلو. يعني كنحط هذا الخبز هكا، كنغربلو، كنغربل الخبز، وكيعطيني اش، كيعطيني هاد الشكل هذا، يعني مدقوق بزاف. انتم كما كتشوفوا هادو، شوف هذا ممكن انه يتغداو به هاد الصغار ديال الارانب في عمر 25 يوم من بعد الفطام. يعني علاش؟ يكون باقي عاد فمهم صغير، ما قادرش انهم ياكلوا طروفه كبار. هاد التغربيله هذه ممكن انها تصلح لهم، ولكن ما تعطيولهمش في هاد الوقيته هذه. هاد الوقيته هذه ما تعطيوش الصغار ديال الارانب يعني في عمر شهرين وتعطيهم بحال هادشي. راه كيجيهم الحصر، كيتحصروا كيوليو يعني يعني ديك الزبيلات ديالهم ما كيبقاوش يخرجوا، وكيبقاو يضخموا حتى واحد الوقيته كتحسوا بهم صافي ما قادرينش انهم ياكلوا، ولا قدر الله كتوقع الوفاه. يعني ما تعطيهمش في هذا العمر هذا، ما تعطيهمش هذا الخبز. بالنسبه للعلافات ديالهم انا غنوريكم العلافات ديالهم، لان ما خصهمش يبقاو ياكلوا مع الام ديالهم في نفس العلافه. انا غنوريكم العلافات ديالهم. اذا كما كتشوفوا معايا، ها هما واحد النوع ديال العلافات. راني سبق لي درت لكم فيديوهات من هذا النوع ديال هذا، يعني غير اما قواطه ديال الحليب، اما هذا الزنك. انايا كان عندي زنك عادي وعوجته بهذه الطريقه. انتم كما كتشوفوا، راني الا بغيتوا تدخلوا تشوفوا فيديو، راني داير فيديو، اللي بغى الرابط يتكلم معايا في التعاليق نعطيكم الرابط ديالو. المهم هنايا علافه ديال الصغار، تقريبا واحد خمسه الصغار ولا، هادي فوق من خمسه الصغار. ها انتم الطول ديالها قداش، يعني باش ما يبقاوش ما يكونش ما يتزاحموش.
هنايا كتعلق في السلك، انتما كتعلق بحال هكا بهذه الطريقه، وكتشوفوا هذاك الخبز اللي عطيته لكم هنايا، تعمروا لهم هنايا الخبز، وهنايا السلك على حسب الطول ديالهم. يعني نشوفوا السلك كيفاش كيكون، كيكون هكا بطريقه عرضيه، يعني كتحطوا العلافه بهذه الطريقه، اما كتنزلوها بزاف اما كتعليوها على حسب الطول ديال الارانب. دابا هذا الطول ديال هذا الارنب راه باقي عاد صغير، ممكن ان دير له يعني العلافه تجي ناعسه على الارض هكا، وفي نفس الوقت مشدوده بهذه الكروشيات انتما باش ما يطيحوهاش. لكن انا ما بغيتش نديرها لهم في هذا العمر هذا، لان غادي يعني يجيهم تضخم، وممكن انهم ما يعيشوش. هذه الوقيته هذه خاصه باش بالحليب، خصهم يرضعوا من امهم، ما ياكلوا حتى شي حاجه. ممكن انكم مره تذوقون شويه خس ولا شي حاجه، شي نبات هكا اللي ما يضرهمش، ولكن ما تكثرهمش النباتات الخضراء. المهم حاولوا انكم يعني تصبروا عليهم حتى يكبروا، يعني يوليو في عمر ديال الفطام، عاد باش ممكن انكم تعطيوهم. دابا في هذه المرحله هذه حاولوا انكم تبعدوا عليهم غير العين، ما تشوفوش فيهم بزاف. صافي انا لاحظوا انني داير واحد الكاشه، هي غادي غير نكمل، غادي نغطيهم هانتوما كاشه، كنغطي هاد القفص هذا باش ما يبردوش في الليل، وحتى يعني ما يبقاش يشوفوهم الناس بزاف، يعني واخا العائله. المهم ان من الاحسن انهم يتغطاو، راكم عارفين العين بالنسبه للارانب، هادشي العين راه مذكوره في القران. حاولوا انكم تدرقوا عليهم، خليهم حتى يكبروا ويجيو خارجين، عاد كيدوزوا المرحله ديال الفطام، من ثم انكم ممكن انكم تخرجوهم للقفص يعني ديال واحد اخر، يعني بعادين على الام ديالهم. الام ديالهم دابا راه تبارك الله راه حامله، ها هي راني عطيتها الذكر في الاسبوع الاول. حاولت انني نخليها شويه ترتاح، كانت شويه عيانه، خليتها ترتاح وعطيتها للذكر في الاسبوع الاول. ملي قلبتها الحمد لله دابا راها حامله. ها هي دابا هو الصغير حتى هو دخل عاوتاني معاهم مع خوتو، كيبقاو يخرجوا من ديك التقمه من الفتحه، وكيمشيو شويه يدوروا، ماشي غادي يبقاو غير في هاد الشبكه هذه. الا قدرتوا ديروا بحال النموذج، الحق راه نموذج مثالي هاد الشبكات هادو، يعني باش ما يدخلهمش البرد. يعني حاولت ندير لهم هاد الميكا، راه نديو لها واحد الميكا، ولكن في نفس الوقت راه مشبكه باش يطيحوا ديك الزبيلات ديالهم. في هاد العمر هذا دابا راه بداو يديروا ديك الزبيلات، وبداو يفزقوا حاشاكم. المهم انهم ولاو طبيعيين يعني، ولكن بالنسبه للوزن ديالهم راهم نورمال الحمد لله. ام حنون، هذا الشانشيلا صدقت ام حنون، تربات عندي وكبرت عندي. ها هي شانشيلا، انتم كما كتشوفوا ها هي بنتها، انتم راها باقا عاد صغيره حتى هي، وان شاء الله غادي نخليها حتى هي، لان لاحظت ان هي مزيانه. صافي نحاول نخصل منها. عاوتاني حتى هي هذه شانشيلا بنتها، ها هي تقريبا كتشبه لها، وها هي عاوتاني كاينه هاد الشانشيلا حتى هو، ما عرفتش واش راه ذكر وانثى، باقي ما قلبتهمش، ولكن هاد الشانشيلا راها كتشبه لها الامه، والده بابيون هو الثاني، راه جاي من بواه. ها هو شوفوا بابيون، واللون الابيض واللون الكري غادي يكونوا الاجداد 100%. اذا كما قلت لكم يعني ها العلافه، ها هي العلافه ديال الام، ها هي هما كيدخلوا كيبقاو فيها. من الاحسن منين يكملوا 25 يوم ولا 26 يوم، حاولوا انكم دير لهم بحال هاد العلافات، وديروا الخبز كما وريتكم، ما ديروش الخبز يعني طريفات كبار ما غاديش ياكلوه، خلوا الدقاقه ديالو غربلوها وديروها لهم في هاد العلافات، علقوها لهم على حسب المستوى ديال 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 القفص ديال الطول ديالهم عفوا. منين توصل هي تقريبا تولد، صافي حيدوهم، بعدوهم، عزلوهم على الام عاوتاني هما يكبروا عاوتاني بوحدهم، وهي عاوتاني توجد الولاده القادمه ان شاء الله. اذا هذا هو الفيديو ديالنا، دعوا معنا ان الصغار يكبروا، يعني نديروا بهم فيديوهات. مرحله في هذه المرحله حاولوا انكم تزربوا شي شويه، تلقحوا
يعني الناس اللي باغيين يديروا المشاريع من هذا النوع راها صادقه التربيه في هذه الوقيته هذه، غادي يكونوا امراض في شهر ثلاثه، شهر ثلاثه ديما كتكون فيه الامراض، شهر ثلاثه 6 8 هذو هما الشهور ديال الامراض. المهم في هذه الوقيته هذه الحمد لله ما كاين لا امراض لا والو، حاولوا انكم توجدوا انانيب ديالكم واحترسوا لشهر ثلاثه، حاولوا انكم في هذه الوقيته بيعوا وشريوا ماشي مشكل، ربيوا الارانب ديالكم راه ان شاء الله ما كاينش الامراض بزاف. ولكن منين يوصل شهر ثلاثة حاولوا انكم عاوتاني تداركوا الموقف وتحاولوا تعطيهم الادويه باش تحصنوهم ما يوقع لكم شي 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 حاجه الله يستر ديال الموت المفاجئ. اذا الفيديو ديالنا راه سالا، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.